السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد ورجعت لكم بلعبه ارك سيرفايفل. قبل ما نبدا شباب، حاب اشكر الاشخاص هذول اللي طلعت لكم اسمائهم في الشاشه لانهم دعموني في اعلى فئه في الانتساب، فالله يعطيهم العافيه. صراحه ما بكثر عليكم، خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاحظون كذا اني جالس في مكان مختلف، وتلاحظون برضو هذا اللي فوق كتفي انه متغير شوي شكله. طبعا غيرت الفيروكس، ما ادري ايش اسمه، نسيت. كان طلع البيت، لا تفضح، نصبر، خلنا نسوي تشويق للشباب. بسم الله، فك الكي يا رجل. اعرفكم على بيتي الجديد اللي توني مخلصه قبل شوي، بس يعني كتصميم وكذا. بيت ما ادري والله، شفت تصميم صراحه في اليوتيوب وحاولت يعني اسوي زيه، بس حسيته بيطول مره لانه مسوي حظيره واشياء كذا، فقلت بسوي الشكل يعني. بس تقريبا المثلث هذا اللي فوق عجبني صراحة، وسويت زيه. وبدا هذا البيت حقنا تشوفونه، هذه الحواف، وحطيت سبايكس. السبايكس هذه والله مرة مفيدة صراحة. تخيلوا يجون الديناصورات يصدمون فيها، وانا مفعل حاجة في من الاعدادات انه يدمجون، اذا حتى الوايلد اذا ضربوا فيها يدمجون، فيبدا يدمج الديناصور الوايلد لين يموت، وافتك منه بدل ما يجي يكسر الدنيا. وبس يعني هذه فايدة سبايكس. ودي احط السبايكس الحديدية بس بعدين اذا صرنا بطرانين اكثر او اذا فضينا اكثر. من داخل تشوفون سقف خشب، طبعا فيه سقيفة فوق ما ادري ايش يسمونها. هذه السقيفة هنا انام انا جنب الماطور هذا، بس الماطور بدون صوت ما عليكم. ونجي الجهة هذه في باب حق البلكونة، لازم انا في كل بايم بحط لي بيس وبسوي لي بلكونة وبسوي لي اشياء. لا مو بلكون، مو نفس التصميم يعني. هذا حطيت خشب وخليته كوخ خشبي كذا، لان حسيت يحتاج الوضع هنا، تعرفون ثلوج، فيحتاج انك تعيش الجو شوي كوخ. اذا رحت بايوم ثاني ما ادري، على حسب كل بايوم بنشوف وش يحتاج. الحين في الحلقه هذه ان شاء الله راح نروض السلحفاه البحريه الكبيره هذيك. عشان نروض السلحفاه يبغى لنا ملابس اول شيء بحر. فوين حاط؟ انا اخذت الظهر معي. اي انا مسوي ملابس البحر، واخذت الجرابلينج هوك. طبعا سويت لي البام شات جن، وسويت لي اللونج نيك مع دارتس، وروضت الاخ القوي هذا. ايوه، ورفعت الفلات الديناصورات عشان طلباتكم يعني، انتم طلبتون تقول ارفع، مع انه ما فرقت معي انا، بس اوكي رفعناها. خلينا الماكسيموم يكون ليفل 300، هذا طبعا روضته ماكسيموم، فجانا ليفل 474، باقي يتلفل وكذا. مطور رجال، شوف هذا الخروف ما ادري وش هو، كم ليفله؟ 270، هذا باقي له شوي على الماكس. ابو مخالب ذا مره جامد جامد، شوف الدمج 333 يا رجل. خلاص بتروح؟ اوكي الله يستر عليك، لان اسرع مني الكري. صفط ابو مخالب هنا، احتاجنا فايبر، احتاجنا خشب ولا شيء، ناخذه ونروح. ابغى اخذ المنت، انا عندي المنت واحده هنا، وين؟ ايه اكتشفت شيء، مو اكتشاف يعني، بس انا اول مره اجرب. انا ادري ان في مهمات في او ميشنز في شو يسمونه ذا في ماب جينيسيس، لكن ما كنت ادري انها تعطيك اشياء اسطوريه زي هذه. شوف، عشان كذا برضو بسمع نصيحة واحد من الشباب في التعليقات، قال لي يوم انا قلت بركب مود الابجريد اللي يطور الدروع ويقوي الاشياء، قال لا يا احمد لا تركبه، لانه ما يفيدك يعني، ما راح تستفيد من المشنز اللي في اللعبة. ارك جينيسيس فيها مهمات اذا سويتها تعطيك زي الاشياء هذه تشوفونها، دروع، اذا بدل الباكيجات اللي تنزل، توقع ما في باكيجات هنا. اعطوني سنارة يا رجل، شوف اعطوني خلطات، اعطوني دروع، ما هو دروع، سدلات زرقاء قوية، واعطوني هذه البلو برنت اللي هو السدل، ما ادري بلاتفورم قصدي، حق السلحفاه الكبير اللي حقت البحر. فاشياء كويسه والله، يقول والله غاليه مره. المهم الزبده ان اعطوني اشياء كويسه مره، ففعلا ما راح اركب المود حق الابجريد اللي يسوي ابجريد. فبسمع نصيحه اخونا اللطيف هذا، اعطني النظاره ذي. كان ودي صراحه تشوفون هذا السدل، يبغى 18000 سمنتنج بيست، والهايد 12000، والفايبر 43، والله 50000 متل، 28000 سيليكا بيرل، من وين لي؟ لانه اسطوري، ما ادري يسمونها اسندتس، ما ادري زبده، انها شيء فوق الجولد، فصعب نسوي. طيب شو اسمها هي؟ ميجاتش. طيب خلينا نشوف هل هي موجوده هنا السلحفاه السدل حقها؟ والله مو موجود، خلينا نضغط هنا نشوف يطلع لنا. تعال هذا السد العادي. اوكي السد العادي رخيص، ما يطلب اشياء واجد، فعشان كذا خلينا نسويه من الحين، يتسوى في السميثي. خلنا نشوف اذا نقدر نسويه الحين قبل ما اروح اي مكان. سوينا، باقي الشل فراجمنت هذه اللي ما ادري من وين. شل فراجمنت، هل اروح بايوم ثاني عشان اجيبها؟
خلنا نسوي بحث سريع كذا واشوف وينها. بعد البحث والتحري اكتشفنا ان الشيل فراجمنت هذه تجي من السلحفاة نفسها، يعني اذا رحنا هناك نبغى نروض واحدة لازم نقتل منها، تقتل وتلوت وتاخذ الشيل فراجمنت هذه. فاوكي اول شيء خلنا نروض ونروح هناك ونقتل واحدة بعدين نجي هنا. اي الشيء الثاني عشان ننزل البحر وعشان نسوي حماية للسلحفاة هذه يبغالنا نروض باسيلوسوروس، فبناخذ السدل حقه وعندي متن انا مجهزه هنا. وش بعد؟ اي ناخذه هو عشان يحمينا. طريقه الترويض حقه السلحفاه هذه مره حلوه صراحه، تشوفونها بعد شوي. وش نبغى بعد يحمينا؟ بس اتوقع اوكي يب اتوقع كذا يكفي الوضع ان نروح. فخلنا ننطلق نروض الباسيلوسورس بعدين نروض السلحفاه، ما راح انسى المره هذه من كثر الشغلات. الحلقه اللي راحت كنت اتلخبط وانسى اشياء كثير. خدت إليمنت عشان أوريكم هذا اللي فوق ظهري اللي هو حبيبنا الجديد. انزل لو سمحت، أبلع حين يصحى يصير كبير الوحش الأسطوري البطل. هلاو هاي راح البيت سلام حجي، شو ودك فوق هنا؟ تعال تعال لا تنشف بيتي يا كريه. ايش ذا الجريتش الغريب هذا؟ شوف وين نشف. لحظة شوف اقفز شنب، والله انها مشكلة الصراحة. تعال تعال اقدر اخذك ذي. ها ورا هاي نشبتني معك يا كريه، ما اقدر اخذه يلل. والله مشكلة كذا من البداية. بسوي بكب ان شاء الله ما يتكسر البيت حقي، الا هذه بتكسر ان شاء الله. لا لا اوكي. هي وات ذا، الله ياخذك يا الغبي. شنو الشبك داخل البيت يا كريه؟ لازم ينام هذا الحين، قصدي يصغر. كيف اصغره؟ خلاص ارقد ارقد، ما ادري كيف اقول لك. كان ودي والله اوريكم يا شباب لكن للاسف زي ما تشوفون شيء غريبه صارت. المهم خلنا نروح. ما ادري هل اخفف وزن شيء. اوه الوزن عندي عالي والله. خلني انزل ملابس الثلج اللي معي حقت البرد هذه. هي هي ايش فيك؟ ريلاكس. والحين خلنا نروح البايوم حق الاوشن. السلام عليكم يا هذاك باسيلوسورس. ليفل 90 لا هذاك 170 170 جيد، بس نبغى ليفل اقوى عشان الوضع حمايه ترى ما هو بلعب. بسم الله. مود الكريستال كلير هذا مره حلو صراحه، خليك تشوف بشكل واضح. طيب لحظة لحظة، هذا ابو ليفل 170 كم يبغاله؟ لحظة ذاك كم؟ هذاك 90 لا كم يبغاله ذا؟ 4 روماتن ليس الكثير، كويس. اوه سلحفاة بعد؟ لا ليفل 90 خايسة. تعال 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 يا حبيبي تفضل. اوكي 48% نايس. ليش يقول لي يبغاله 4 حبات ماتن؟ انا ليش ما لبست الادوات حقتي بعد؟ انا وجهي ما احتاج هذه لاني حاط المود اصلا، شيلها خلاص كذا تمام. ايش ذا؟ ما علينا منه. ايش يقول؟ ما طلع لي شيء. ويت انتل اتس هانجري اجين، جاع. طيب يلا. تلاحظون ان هنا في ارك جينيسيس الباسيلوسورس ما بحوله ذولاك الكهربائيين الكريهين، قاعد يمشي لحاله، فعشان كذا تقدر تاخذ راحتك تروضه. اما في المبات الثانيه القلق ذولاك اللي مع الشله يخربونه وكذا عرفت، فيصير زحمه ومشاكل. ما عندك جوع انت؟ يلا والله السلحفاة هذه جامدة. ليه ما نقتلها؟ طيب هذه هلثة 6000، خلينا نقتلها بالباسيلوسورس لا يكون دمج واجد الحين ولا شيء، الله يستر. اللي عجبني في الباسيلوسورس ان هلثة 14000 وهو تو يعني باقي ما تروض، لو يتروض متوقع بيصير هلثة اكثر. واحلى شيء برضو ليش ناخذه هو؟ لانه ما يتكهرب من القناديل ولا ذولاك الاسماك حقت الكهرب، يعني عشان ما نطيح، انت كهرب ونطيح يطيحوننا ونموت ولا شيء، فبينفعنا مره في الترويض. بس باقي ما جاء. يلا عدنا بعد ترويض، روضنا اعطينا لحمتين زياده بس متن وروضنا. هذا ما بنطول عليه لانه مو بمهمتنا الاساسيه. الحين هذا يبين لنا نقتله. السلام عليكم. كان عصب علي. اوه دمجته 178. اي مديني مديني اقتله. هذا بقتله عشان اخذ الاغراض حقت السدل بس للمعلوميه. اوكي لو اكله بذا هل ولا انشر احسن بالمنشار؟
لا بنشر بالمنشار عشان يعطيني ما يكفيني من المادة هذيك. بس 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 رقم 9 استاذن يا شباب شوي، ولا تبغون اصفق قبل الفاس عشان لا ذا ولا ذا. شوف هاي تعال، ولا كيف الطريقة؟ اي والله شل هلا والله 300 301. نايس نايس نايس. طيب المنشار ينفع؟ خلنا نشوف. ما ينفع المنشار، اوكي. طيب هذا ينفع؟ لا خلاص لوتناه. نايس اعطانا 896 الشل فراجمنت هذه اللي نحتاجها عشان نصنع السدل حقه. طيب اوكي الحين بندور سلحفاه اللي هي نفسه هذا مش القن ما ادري اسمه، بس نبغى لفل كويس كذا لاني افكر اني ابني البيس حقتي اللي في البايوم على السلحفاه هذه. في واحده هنا لا لفل 120 وهذه واحده ثانيه 180. جايز نبغى لفل كويس يا شباب، ممكن اقتلهم. هذيك واحده بعد هذيك 110. تعال 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 خلنا نشوف لو الوت بذا. والله يعطي حتى بذا. نايس اوكي وانا استمر في البحث عن لفل عالي. تلاحظون ان الاسماك الكهربائيه هذه جايتني لكن ما راح ياثرون فيني لان معي الباسلوسورس، فراح افقع وجيهم الحين. وش ذا الاشياء اللي تطيح؟ اوف اوف يا ولد انت يا وخر هناك. يلا تلعب مع مين؟ فشيء مفيد ها انكم تاخذون الباسلوسورس في البحر. اوف اعصار ذا ولا ايش؟ دوامه ذي انحش شكلها خطيره والله. قاعده تمشي ولا واقفه؟ انا لاحظت ان كل بايوم فيه شيء كذا غريب، او بس لاحظت في الثلج، وهنا هنا في اعصار وفي الثلج في انهيارات. عاد ما ادري اذا في شيء ثاني. ايش سويت انا؟ ما ادري صفرت كم لفل. 270 نايس 260 اوكي نبي ذا. هذا 270 اشوف انه كويس. اي طبعا كيف يتروض الحين؟ اول شيء لازم انظف المنطقه، وبعدين فيه نوع من الاسماك. شفتوا الحشرات حقت المستنقع؟ البايوم حق المستنقع في هنا في المحيط نفسها بس انها اسماك، نفس الجروب هذاك بس انها اسماك. هذول جيبهم نسحبهم. خلنا نلقاهم اول، يسوون لي اتاك او يسوون لي تارجت، واذا بدوا يهاجموني اجيبهم عند الغبي واحاول اجي تحته عشان هم يهاجمون السلحفاه هذه وتبدا تتيم. هذه الطريقه حقتها يا شباب. المحاولات البائسه والله. هذول موساسورس اوف لفلاتهم عاليه مره 270. وهذيك الحشرات اللي ابغاها، مدري الدودات مو حشرات، ايش فيني انا؟ قصدي الجروب حق الاسماك هذا كو تحت، لكن لازم انتبه من الموساسورس او احاول اني اقتل الموساسورس. من ما ظنت اني اقدر. اوف والله كثيرين الموساسورس تحت، بيجيك الحين يدمج 800 ولا 600. لو عندي نفس هذا اللي معي عشان يعطيني ميت بوستد او شيء. اوكي خلنا ننزل تحت بحذر طبعا، اهم شيء انتبه من الموساسورس. يا ليتني رفعت السرعه ولا شيء. خلنا نحاول نسحبهم. شوف هذه الاسماك، خلهم يقولون لي تارجت. نايس صاروا حمر. ما قالوا لي تارجت كل الوقت هذا وانا ما زلت اسحب فيهم دول. تعالوا يلا بس قربنا. ما يسوون لي تارجت يا اخي. تعالوا لازم اخليهم يذوقون الدم يمكن. تفضلوا يا شباب تفضلوا تفضلوا. ليه ما يهاجمون؟ هاجموا. هذول هم اخيرا جايين. الحين المهمة الصعبة اللي ما ادري كيف اجي ورا ذا، ما ادري تحته ما ادري. ايوه هاجموه هاجموه كانه. يب يب قاعد يهاجمونه. نايس تعال تعال بالله خلنا نتاكد. وين التوربر والاشياء ذي؟ ولا وشو التيمينج؟ التيمينج وين التيمينج؟ لازم ادخل تحت هنا. وقف وقف شوي تيمينج. وين التيمينج يا الحبيب؟ هذه السلحفاه الغبيه المفروض يطلع حق التيمينج هذا. وين شيل دي خلنا نشوف. ايوه تشوفون التيمينج طلع وقاعد يمشي كويس. اهم شيء اح ملي ضربني انا. اوه شت هذا الشيبي ذا، هذا الشيبي. خوي 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 تعال تكفى تعال تعال. والله يقلع شكله دمج هذا 200. تعال انا ليه ما اركب؟ هاي لا 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 اجريسف يا كلب. لا يهاجمني تكفى. هذاك اخباره التيم. لا نزلت. وين راحوا ذولاك الدودات؟ تكفى يا خوي تعال. اوه اخيرا ركبت لاني بموت انا. شبي ذا يلا ذلف. اخبار ذا اخباره.
التيمينج ليه قاعد تنزل التيمينج ليه؟ هاجموا يا شباب. انا بحاول اني امشي تحته بالضبط لين يفرجها الله، لان كذا الخطه تمشي تحته وذولاك سووا لك تارجت، يعني اذا وجهوا عليك هجموا عليك انت تعال تحت هذا، وبعدين هم بيحولون على ذا ويبدون يدمجونه او ما ادري كيف ويبدا يتروض. بس هذول ما ادري ايش قاعد يسوون بالضبط. شباب ما تشوفوني انا هنا يا اخوان؟ هذا زبده شكلي ضربته بالغلط، كان في قرش ويبي هاوش، مع اني جمعت اسماك صغيره واجد، او انهم هم جو كان في سلحفاتين قتلت واحده، وهذا ما ادري ايش فيه يبي هاوش الحين، فخاف انه ما قاعد يتروض لان ضربته انا، فهو يبي يضربني. خلينا نشوف الفل ذاك كم. لا 50 لا، فما ادري اسحب عليه اشوف غيره ولا اكمل ولا ايش اسوي. بحاول ابتعد عشان ينساني وارجع له. اوكي رجعت له ونساني، بس الفقاعه هذه اوكي انفقعت الفقاعه. هذول الحين وجهوا لي، صار وضع اسهل قبل شوي. اح اوكي الاكسجين اتوقع تمام، ما يحتاج ذي حقت الاكسجين. قبل شوي الاسماك ذول الصغار يلحقون سلحفاه ثانيه ويلحقون مدري مين، ما كانوا يوجهون علي. شوف الحين وجهوا علي، خلني اسحبهم تعالوا، بس لازم امشي بشويش عشان لا يضيعون. ايوه ايوه نايس، ان شاء الله بيهجمون الحين. تعالوا تعالوا. طيب ابتعد انا وش ابي ذا؟ واخر ما ادري هل ابتعد. خلنا نقتل ذا. نظفت المنطقه شوي، والله قروش الزبده. انا ما ادري اذا في طريق اسهل او شيء ولا، لكن ان شاء الله. يلا جاك ثاني اذا خلنا نتخلص منه. والله يا انها دوخت السلحفاه هذه، ما تتروض. ما ادري شكلهم قلت كذي، اشوف واحده غيرها. طيب دور كذا، ما ادري ايش قاعد تسوي. ذولا ما يضربونها ولا ما ادري ايش فيهم، متفقين ولا اخويا ولا ايش. تعبت والله، قد اجيب اسماك انظف المنطقه قد. ها يلا جاك ذا الابلة ذا، انقلع هناك الله يقلعك. انا مخليك تروح قبل شوي يوم انك انحشت، رجع الحيوان. حيوانات هذا ما منه فائده، شكلي بروح بخليه. ما لقيت الا هذا يا عيال وجبت الاسماك. مي لفل 170، يعني في لفلات بس انها نازله، او قصدي لقيت هو موجود بس ان الفلات نازله، فلفل 170 ان شاء الله حتى عشان ما يتعبنا بعد. لكن ذول الاغبياء هم اللي بيتعبوني والله. يلا تعالوا. تدرون شكلي بسوي؟ شكلي بشيل الباسلوسورس. تعال تعال يا غبي تعال. بس شنطتك ايش فيها؟ والله فيها اشياء واجد. اوكي خل هذول يلحقوني. وين السلحفاه؟ اتوقع لما اكون اسبح انا بنفسي يجوني بشكل اسرع، لان شوف حتى في كلمه فوق. انا عيوني راحت فيها والله يا عيال. موفمنت سبيد عطني، راح اضربني. اح 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 ايوه نايس، بدت الافكت شو اسمه تيمينج بدا. ما ادري انا اقعد هنا تحت، لان يقول لك لو سووا لي تارجت انا بيطيح ذا التايم، كانه قاعد تسوي لي تارجت. ما ادري الزبده، خلني هنا انا، اهم شيء لا يضربوني الظاهر، لا يضربوني. خلني هنا. تكفى يا خوي تكفى تكفى يا خوي، لو دريت نزلت من اول يا اخي هذاك ليفل احسن. يلا لان شفت اكثر من مقطع، في واحد كان نازل يعني يسبح، وفي واحد كان على الباسلوسورس، لكن انا ما ضبط معي الا الحين يوم نبدون ال اوه حشرات ثانيه، ما ادري ايش اسماك ثانيه قصدي. هم يضربونه ولا ايش يسوون بالضبط؟ ما ادري. شوفونهم وراه، خلنا نشيل هذا عشان كذا تستمتعون بالمناظر الجذابه. كم ذا تيمينج؟ ما زالت ترتفع صح؟ نايس نايس نايس. كم بيجي كرفل؟ 85 ليفل على ال 170، كويس. باقي شوي باقي شوي. 5% 4 3 2 1 نايس. اوه ذير يو جو. اقدر اسوي له رايد ولا لا؟ والله ما اقدر. طيب شوف باخذك معي في ذي. تعال تعال ان شاء الله اقدر، عشان اروح اسوي له سدل، انا خاف يموت هنا ولا شيء. اخيرا يا رجل، خلينا نروح البيت نسوي له سدل. الحمد لله على السلامه. الحين وش بنسوي؟ قلنا السدل، السدل توقع في السميثي، فننزل الماده هذه اللي كنا نبغاها. ميك ايوه هذا هو، سووا له سدل. ايش بعد نبغى؟ طبعا بيكون فوق بلاتفورم وكذا، بنلوت هناك ونسوي لنا بيت للبايوم حق المحيط، لان البحر واضح انه اعماق واشياء كثيره كذا نستكشفها تحت،
واكيد في مهمات. المهمات عندي لها فكره مره حلوه ان شاء الله تشوفونها في الحلقات الجايه. الحين اخذنا السدل، نقدر نرجع الحين للمحيط. الحمد لله على السلامه، رجعنا البايوم والمحيط. اشوف الجزيره هذه مره حلوه، يعني منبسطه على الارض كذا، اما الباقي كذا مرتفعات تشوفونهم، هذه لا تحسها نازل على طول على البحر. فاقدر اسوي لي بيس هنا بالسلحفاه الكبيره حقتي، وبنفس الوقت اقدر اسوي البيس على الجزيره هذه. فالحين خلينا ننزل السلحفه. وينها؟ اوكي، هلا والله. ركب السدل يا مدير، وقف لو سمحت شوي. وين تبغاني اقرب؟ اعطنا السدل، نايس. طبعا السدل بس هنا يجي. هلا والله، ممكن اشوف شوي؟ انزل انزل تحت، نايس. اوه والله كبيره كبيره والله. ليش قبل شيء ما اروضها كذا كانها صغيره؟ شوف انا حجمي وين. طيب نبغى نشوف الضربات. عندنا كليك يسار، اوف يا الدمج 400، اوف. طيب كليك يمين، نزلني تحت يا اخي. سي ينزلني بسرعه. في شيء يرفع؟ لا، سي ينزلني. طيب اضرب. وش سويت؟ اوه وش ذا؟ قاعد ابخ هواء ولا ايش اسوي؟ ايش ذا؟ ما ادري الزبده. هذا شيء اكيد انه مفيد في حاجه، ما ادري وش هي. احس اني برفع الموفمنت سبيد لانه بطيء. والله هو بطيء. طيب ما في شيء يرفعنا السطح فوق. مسافه قاعد ترفعني ولا لا؟ اتوقع مسافه قاعد ترفعني، لان نبغى نتكي في الجزيره هذه زي ما قلنا، ونحط لنا البيس فوق الغبي ذا. مو بغبي يعني، خوينا هو عاد خلاص. كذا بيس هنا وبيس هنا، نايس يا خوي. وقف، كيف نحط البيس؟ ما يكفي البيس هنا، بس عادي يكون بيس متنقل لو نبغى. نقدر نحط هنا برضو بيس في الجزيرة هذي. اوكي، تلويت تايم. خلنا نجمع لي شوية اخشاب واجيكم. سويت بيس فاونديشن من الخشب. لا يا الغالي، على كيف هذا؟ الحين بخفف الوزن لان الوزن عندي زايد شوي. خلنا نقدم شوي لان اتوقع ما عاد اقدر ابني. شوفون الشكل. خلنا نرجع هنا. وش ايش الاصوات اللي طلعت؟ ما ادري اذا بقدر ابني الحين ولا لا. لا هنا ما اقدر ابني. شو يقول؟ خلك من هذه. الكلمة الثانية وينها؟ تو هاي ابوف ذا بلاتفورم. بلاتفورم ليه؟ يقول مرتفع مرة. الزبدة. اجل اجل، هذه بشيلها الثنتين هذه. نجي هنا في الاخير بحط كذا شيء بسيط مصنوع من الثاتش. او لحظة، ترى شوف يعني اقدر اني ما اقفل، بس خلنا نقفل يلا، لان بغير الـ 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 البيت. الحين هذا بيت تمام، ببني فوقه بيت لي وحوش كذا واشياء، لكن حاليا ببني بيت صغير كذا عشان انام فيه، وبعدين انا بعدل ان شاء الله وبوريكم البيت النهائي. والله فله يا اخي، تخيل عندك بيت زي هذا يا اخت. بس بطيء شويه. افتح الباب، انا متعود اقفل. ما في حراميه يا رجال، ما في الا انت تلعب، ما عليك. طيب عطني بيت دجل، حط السرير هنا وابد. انسدح يا خوي، وهذا البيس حق بايوم المحيط. راح نعدل ان شاء الله، وراح تشوفون ان شاء الله في الحلقه الجايه. فخلونا نوقف هنا يا شباب. اتمنى عجبكم الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.